الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقنا الله وإياكم لكل خير ورزقنا الإخلاص في باطننا وظاهرنا وفي حرفنا قال المحقق الطوسي: وشرائط حسنه يشير الى شروط الموضوعيه حتى يتعين التكليف انتفاء المفسده. هذا لا يحتاج اصلا لا يحتاج الى بيانه لان يعني التكليف هو في حد ذاته قائم على مصلحه، تحريك نحو مصلحه، تحريك نحو خير. فالتكليف الذي يؤدي الى مفسده خلاف كونه تكليف يعني استحالة هذه مستحيلة في الحكمة الإلهية إذن هذا الشرط لا معنى له وتقدمه نعم هذا التقدم ضروري لأن الإنسان لا يعرف التكليف لا يستطيع أن يحدد تكاليفه نعم هذا إشكال البراهمة البراهمة قالوا نفوا النبوة على أي أساس يقولون إذا جاء النبي بما يدرك العاقل فمجيه لغو وإذا جاء بما يخالف العقل فهذا مرفوض، فالنبوة لا نحتاجها. نعم، النبوة تأتي بتأسيس أمور لا يدركها العقل، وتأتي بإرشادات رائعة يدركها العقل وممكن لا يعرف تفاصيلها. نعم، وتقدمه، يعني تقدم التكليف ضروري جدا. وإلا الإنسان آه لا يرقى إلى التكليف، وإلا كنا كنا أنبياء. وامكان متعلقه يعني يمكن الانسان ان يحقق مقتضى التكليف اذا كان مقتضى التكليف مستحيل فهذا تعجيز وهذا ليس بتكليف وثبوت صفه زائده على حسنه يعني بغض الطرف على حسنه في زائد صفه زائده قلنا الصفه الزائده يعني الوجوب ويعني شده الخير والاستحباب والإباح وعلم مكلف بصفات الفعل نعم هذه كلمة وتقدمه تكفي لأن يعني تقدمه ما معناه؟ يعني يأتي قبل تفعيل الإنسان لاختياره فيأتي بماذا يأتي بضياء يعني يأتي معلوما معليش هذا تفصيل وعلم المكلف بصفات الفعل يعني يعرف التكليف وخصوصية التكليف وقدر المستحق يعني هوية التكليف ضوابط التكليف أو هيئة التكليف نعم يعني الصلاة مضبوطة عنده وقدرته عليه يعني العاجز لا يمكن أن يكلف قبيح أن يكلف العاجز وامتناع القبيح عليه هذا قلت انت انت اشترط انه لا يكون اه مفسدا وقدرة المكلف على الفعل نعم انت قلت وقدرته عليه وقدرة المكلف يعني المكلف لا يكون عاجزا على الفعل وعلمه به انت قلت وعلم المكلف بصفات الفعل وامكانه قلت انت قادر عليه هذه كلها تكرار وامكانه وامكان الاله يمكن انا يعني عنده عنده بنيه بنيه جسميه، بنيه جسميه يمكن ان يفعلها مثلا الحج السفر لا يستطيع ان يصفر السفر نعم. اقول لما ذكر ان التكليف حسن شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف وقد ذكر امورا لا يحسن التكليف بدونها منها ما يرجع الى نفس التكليف، هويه التكليف ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف يعني مقتضى التكليف عن الفعل ومر إلى المكلف والمكلف نعم أما ما يرجع إلى التكليف فإمران أحدهما انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكون مفسدة لأن نفس المكلف به المكلف به في فعل في فعل آخر داخل في تكليفه أو مفسدة لمكلف آخر يعني إما مفسداً للمكلف يعني مفسدة لي أنا أو تؤدي إلى مفسدة إلى غيري نعم هذا محال يأتي في التكليف نعم فالتكليف يكون خالي عن المفسدة بالنسبة للإنسان وبالنسبة إلى مع من, مع من يعاشره الإنسان ثاني أن يكون متقدما على الفعل قدرا يتمكن المكلف المكلف يعني الإنسان فيه من الاستدلال به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب يقع فيه يعني هذا قبح العقاب بيان البيان يكون سابقا وأما ما يرجع إلى الفعل فأمران أحدهما إمكان وجوده يعني يمكن أن يتحقق يكون متعلق الإرادة يعني ممكن نعم والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا أو أو هذه الأحكام الأربعة بغير الحرام وإن كان التكليف آه ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا يعني إذا كان التكليف نسبة إر إمساكية وليس إر سالية عن المحرم نعم وإن كان التكليف ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا أو يكون لإخلال به أولى من فعله نعم يعني هو قبيح في ذاته أو يؤدي إلى مفسده وأما ما يرجع إلى المكلف يعني الله المولى فإن يكون عالم بصفات الفعل وهو مولى لئلا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب المولى هذه من البديهيات أما في غير المولى في الأمور العقلائية دخل لي البرلمان الحمير فتأتيك يأتيك خراب البلد نعم خراب البلد نعم يجب أن يشترط في البرلمان على الأقل الماجستير على الأقل أنه يكون حائزا على الماجستير إذا كان إذا كان مدنيا وعلى الأقل فاضل في الحوزة العلمية فاضل إذا كان له ذوق سياسي على الأقل يكون فاضلا نعم لا يشترط في الاجتهاد إلا أنه يكون فاضلا يعني إحاطة دقيقة بالقوانين الشرعية وممكن بالقوانين الوضعية نعم وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه، أو يكون القبيح ممتنعا، هذه بيناه، وأما ما يرجع إلى المكلف فإن يكون قاضيا على الفعل. لا يكون عاجزا. لا لا خلينا نكمل التطبيق الفوقاني. وأن يكون عالما يعني المكلف بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه. نعم كالواجب تعالى. هذه القبيح ممتنعا عليه عند العقلاء ما يسمى بالعداله او مقبول الظاهر ما تدخل لي انت البرلمان انسان يشرب الخمر نعم انسان فاسق يعني عادل او مقبول الظاهر هذا وان يكون القبيح ممتنعا عليه في الواجب مستحيل عليه القبيح اما في السيره العقلائيه يكفينا ان يكون عادلا وهذا شيء جميل رائع او يكون مقبول الظهر لماذا ما هي الغايه لا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب الى آه مستحقه اذا اخل بالواجب يعني لا يؤدي وظيفته البرلمانيه فالخير لا يصل الى الناس فلا يوصل الثواب الى مستحقه فلا يصل الى يعني النتيجه الذي آه لا يمتنع عنه, عنه القبيح لانه جهل واما ما يرجع الى المكلف يعني الانسان فأن يكون قادرا على الفعل لا يكون عاجزا وهذه من البديهيات وأن يكون عالما به طبعا قبح العقاب بلا بيان أو متمكنا من العلم به يعني إذا أراد أن يتعلم يتعلم نعم يتصل بالمتخصصين ويبين له التكليف وإن كان الآلة يعني الجسم أو حصول أولوها إن كان الفعل ذا آلة نعم كالحج مثلا المسكين ما يقدر مشلول ما يقدر يذهب نعم هذه الشروط نعم ليست مسائل استدلاليه قضايا علميه شروط ضروريه لتعين التكليف وهذه مهمه جدا تعطي ثقافه اجتماعيه ثقافه سياسيه للطالب العزيز قال ومتعلق التكليف اما علم إما علم إما عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عمل. متعلق التكليف يعني صلاة البيوع هذه الأمور. أقول متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا. أما العلم فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى. نعم. و وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها. نعم. هذه القيم العقدية، هذه التكاليف العقادية، نعم. نعم، أنا أرى العقائد قيم. نعم، منبعها الميتافيزيقا، منبعها التكوين، لكن في الدين قيم. قيم. يعني يجب عليك أن تتعلم. التوحيد والإمامة والنبوة لماذا لا؟ لها؟ مدخليه أساسية في تكاملك هي الإطار الكلي لتكاملك. نعم. ولهذا يقول التي يتوقف السمع عليها. هذه يعني أنا أسميها إطار إطار الشرع، إطار الشرع. وقد يكون سميعاً سمعياً يعني ياتي من خلال النقل نحو التكاليف السمعيه هذا الوجوب والحرمه والاستحباب والكراهه والمباح واما الظن فنحو كثير من الامور الشرعيه كالظن ظن القبله وغيرها يعني. هذه الامور الظنيه التي حياه العقلاء تبنى عليها نعم انت الان انسان مقبول الظاهر يخبرك بشيء فتبني عليه والى حياتك لا تمشي قد يكذب نعم قد يكذب يعني ليس في مستحيل في العقل لكن ظاهره المقبول يخليك تبني على قوله وتفعل هذه الظنون الشرع يأتي يمنحها أبدا أبدا هذه قواعد عقلائية بدونها لا يمكن للمجتمع أن يتعين يتعين نعم فهذه أمور يأتي الشرع يبين بعض شخصاتها والعقلاء يدركون بعض شخوصاتها، وأما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة والشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعفو هذه نحتاج إلى وقفة هنا هذا الكلام من العلامه الحلي رائع جدا أنت إذا فتحت رسالة عملية تجد الفتاوي أو الوظائف العملية على قسمين مرة يأتيك بنص وحياني أو يعتمد على نص وحياني ليس بالضرورة أن يذكره في الرسالة العملية مرة يقول خلاف العدل هذا ظلم خلاف العدل هذه هي الحقوق الطبيعية إذا الحقوق الطبيعية هي الإطار للحقوق الوضعية الحقوق الوضعية يعني الجعلية إما تكون شرعية أو بشرية البشرية كلما اقتربت الى الحقوق الطبيعيه تكون متناغمه مع الحكم مع الامور الشرعيه. كان عندنا مؤتمر من تقريبا من سنتين في مناسبه ربيع الشهاده في كربلاء. فكان المؤتمر في الفتوى المباركه للسيد السيستاني حفظه الله ومتعنا الله ببقائه. فانا بينت هناك ان الشاب العراقي الذي ترك محافظته ذهب الى الغرب للدفاع عن الوطن والكرامه والمقدسات ليس الفتوى التي حركته وانما الحقوق الطبيعيه هي التي حركته الفتوى وضعته في السياق الصحيح الذي هو لا يدركه يعني فيه امور شرعيه لا يدركها فتضح في السياق الصحيح أما الدفاع عن الوطن وعن الكرامة وعن المقدسات هذا نور في داخلك يحركك نحو هذه الحركة المقدسة الجهادية قد لا تتحرك لأنك أنت فطرتك ميتة هذا النور صار غير غير فاعل فيك لكن شبابنا ما شاء الله تحركوا هذا الضياء الداخلي هذه الحقوق الطبيعية هذا الضياء إلى يحركهم تأتي الفتوى أين تكون جمالها وعظمتها في تحديد المناخ الذي يتحرك فيه هذا المجاهد أو في تفعيله لهذا الحق الطبيعي يحتاج إلى مناخ هذا المناخ لا يمكن أن يتحدد بشخصته إلا بالفتوى ولهذا الشاب في الجهاد ممكن يجد بعض الأمور يعني بيوت مهجوره ويتمتع بخيراتها الفتوى تقول له ليس حقك هذا يعني هنا الحكم الشرعياتي ويحدد دوائر الحريات يعني هنا لا تقتحم هنا اقتحم لاحظت اذا الفتوى مكمله لذلك الحق الطبيعي فالحق الطبيعي بدون الفتوى لا يفعل المجاهدين والمجاهدون لا يتحركون الا بذلك الحق الطبيعي فهنا تكتمل الامور اذا الحق الطبيعي الحق الطبيعي بدون الشرع الذي ياتينا من خلال الوحي غير فاعل وحجيه هذه الامور الشرعيه بدون الحقوق الطبيعي الحقوق الطبيعيه تكون غير فاعله كذلك مسألة في غاية الدقة وكانت المحاضرة رائعة جدا استذوقها الحضار فأشرت هناك إلى هذه النقطة قلت هذا كان في كربلاء قلت القوانين الوضعية التي يضعها البشر كلما تناغمت مع الحقوق الطبيعية حتما تتناغم مع الحقوق الشرعية واذا خالفت الحقوق الطبيعيه من باب اولى انها تخالف الحقوق الشرعيه لنا الحقوق الشرعيه مجلى تفصيلي للحقوق الطبيعيه تامل في كلام العلماء الحلي في غايه الروعه والجمال واما العمل فقد يكون عقليا عقليا ما معنى يعني العقل يرى ذلك الضياء الالهي ذلك الضياء الالهي يتكلم معه ماذا يقول له رد الوديعة واجب شكر المنعم واجب يعني تكليف الزام بر الوالدين واجب قبح الظلم قبيح والكذب قبيح وحسن التفضل حسن والعفو حسن هذه كلها حقوق طبيعيه ما نحتاج الى الشرع في استيعابها وفهمها الشرع ياتي ويبين لنا المناخ الذي تنطبق فيه نقد ويكون سمعيا كالصلاة وغيرها وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب يعني السمعية والمندوب والحرام والمكروه نعم. صدقوني يعني باب العدل من أجمل الأبواب في العقيدة في الدراسات العقدية قال وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب أقول يريد أن التكليف منقطع ويدل عليه الإجماع والمعقول. نعم. الإجماع عاضد للمعقول. أما الإجماع فظاهر إذ إذ الإتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع. نعم. وأما المعقول لماذا؟ لأنه الغاية واضحة، لماذا يكلفك الله تعالى؟ لإيصال الكمال، إذا إيصال الكمال إليك يعني. يتحفك بالمراتب العاليه فهذا التكليف لا يبقى بقاؤه لغو فيجب ان يصل الانسان الى الى الكمال، اذا هذه القوانين قوانين كلها لايجاد المناخ حتى تتكامل الناس في العلم في الاخلاق في التجاره في الصناعه في الفنون ويتأسس المجتمع الإنساني الراقي المجتمع المدني الراقي أما الدولة التي تركز فقط على القانون لأجل القانون عرفنا هذه الدكتاتورية لا يهمها الإنسان ولا تكامل الإنسان والمعقول فنقول لو كان التكليف دائما لم لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع والتالي باطل فقطعا فالمقدم مثله هذا دليل حتى على المعاد المعاد اذا من الادله على المعاد هذا التكليف الموصل الى الثواب والثواب ما هو؟ المعاد حياة الطيبه نعم فالمقدم مثله يعني قضيه شرطيه نعم لو كان التكليف دائما لم يكن ايصال الثواب الى المطيع يعني ينتفي الثواب وبالتالي باطلون الثواب متحقق فالمقدم مثله كان التكليف دائما باطلون بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة والثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشاق والجمع بينهم محال ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب نعم التكليف ثم 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 هو التراخي ثم يأتي الثواب وإلا لازم الإلجاء لازم الجبر يعني يعطيك فرصة حتى تتحرك وإلا لازم الجبر إذا التكليف لا يكون بالإجبار ولطف دون الإلجاء لطف دون الإلجاء هذه هي خاصية القيم ملزمة وليست ملجئة قال وعلة حسنه عامة هل القيم تطال يعني تهندس في الحكمة الإلهية فقط للمؤمنين أم تطال حتى الكفار قلنا ما عندها يعني عنوان المؤمن ليس هو الملاك وإنما البنية الإنسانية هي الملك البنية الإنسانية في فطرة في الجميع تستدعي هذا الغذاء المعنوي أو هذا الفرق بين الغذاء والغداء الغداء في منتصف النهار نعم موسى قال للغلام أتينا بالغداء الغداء يعني منتصف النهار الغداء لا مطلقا يعني الطعام مطلقا فطعام الفطرة هذا هو التكليف والفطرة موجودة في الكافر في البوذي في الملحد نعم وعلة حسنه عامة يعني ملاك حسنه عام علة هنا بمعنى الملاك أقول لما بين أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسنه في حق الكافر يعني عامة نعم القيم عادة عامة والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة في حق المؤمن والكافر الملاك ما هو البنية الإنسانية وليس الإيمان وليس الكفر المؤمن فقط هو دخل في مناخ النعمه النعمه الالهيه مناخ التكامل الكافر مع الاسف حرم من هذه النعمه والكافر نعم آه آه والدليل عليه ان العله في حسن التكليف وهي التعرض للثواب يعني هذه العله يعني هذا الملك عام في حسن المؤمن والكافر فكان التكليف حسنا فيهما وهو ظاهر ظاهر بماذا لأن البنية الإنسانية موجودة في الكافر وموجودة موجودة في المؤمن، لكن الهداية التكوينية الخاصة يعني الألطاف شملت المؤمن ولم تشمل الكافر وهو هذا لا يعني أنه هذا جبر، لا 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 هداية التكوينية الخاصة وهي الألطاف دائما في قوس القيم يعني بسوء اختياره لم تنله تلك الهداية التكوينية الخاصة. نعم ولهذا يأتي الإشكال مباشرة. نعم قال وضرر الكافر من اختياره. تقول إذا إذا كان التكليف عام يطال المؤمن ويطال الكافر وملاكه هو البنية الإنسانية ولماذا صار كافرا؟ يعني لماذا لم تطله تطله الهداية التكونية الخاصة. قانون الهداية التكونية الخاصة يعني الألطاف في قوس النزول هذه لا تنافي الاختيار دائرة القيم التشريعية والأخلاقية والعقلية دائما تتعين بالاختيار ومرة ذكره بالتفصيل وضرر الكافر من اختياره إشارة إلى هذا الإشكال والدفع هذا الإشكال أقول هذا جواب عن سؤال مقدر يعني دفع دخل مقدر نعم أول ما دخلت الحوزة وأنا جاي من الجزائر وذهنية جامعية كنت أدرس في الجامعة الفيزياء ودخلت الحوزه بدأت أدرس هذه الحلقه الأولى وهذه الأمور ونسمع الأستاذ يقول دفع دخل مقدر بعد أنت ودخلها في عقلي هذا المجال التداولي الغريب والعجيب أصلا ما فهمت ماذا يقول هذا الرجل فمع الزمن فهمت أنه الدفع يعني رد الإشكال دخل يعني إشكال مقدر يعني فرضي ما <applause> فهمت الله يبقى نعم من ذكريات الدرس. اقول هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره يعني اشكال مقدر وتقريره ان تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحه فيه فلا يكون حسنا، نعم لماذا؟ لان الكافر لا يتحرك مولانا مختار هو جعل من نفسه كافرا. بيان المقدمه الاولى ان التكليف نوع مشقه في العاجل. وحصل العقاب تركه وهو ضرر عظيم فانتفت المصلحة فيه إذا لا ثواب له فكان قبيح القطعان الجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر تكليف فيه خير ولا يستلزم من حيث هو التكليف ضررا أبدا وإلا كان تكليف المؤمن كذلك حتى المؤمن يتورط بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار الملحد الكافر الزنديق لنفسه إذا قلت لكم القاعدة التكليف يجعل القيم تتعين وإذا تعينت القيم التكليف يجب أن يكون في الهندسة الإنسانية آه هذه قاعدة ذكرها العلم الحلي وأنا كررتها كثيرا حتى الطالب العزيز يستوعب هذه المسألة جيدا قال وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه يأتي إن شاء الله تفصيله اللهم صل على, <سؤال> على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وآل محمد و محمد